لا خيكك عامل هادشي هذا، انا نشهد فيه ونقول يستحق. ماما هضرت مع با قال انا ما اعترفتش وانا ما كنعرفش ديك الناس وما عادلو الاعتراف. من عادلو الاعتراف صافي ديك الساعه حكم عليه ب10 سنين. عنده الكاتكات وعنده البيرمي وعنده السيد بزاف ديال الحوايج وتاجر مخدرات. هالكاتكات اللي هي عند هاد السيد هذا السي رشيد. درت المحامي اللي هرب، دابا درت الثاني عيط لي قال لي راه محكوم 10 سنوات. شنو هادشي؟ قال لي هادشي ما فهمناش. وملي سمعت هاد الخبر هذا ما قدرتش نزل نكمل في القرايه حيت صافي باتشال. كيعاون بابا ويعاونني يقدم يخدم ويعاون بابا في الدواء اللي يشرب الدواء، وانا عيطت مرس ودابا الدواء هنا وخلوني مسجل. وشني كان السبب باش تحكم ب10 سنين؟ قالوا كيبيع وش معاه فيها هي مخدره. راشد صرخ عمره ما خرج من الدار، عمره الباب الدار عدا سقسي اي واحد فيه. لما كتكون الظلم بحال هكذا راه كيعيشوه الناس كاملين، راه خصنا انصاف في هذه القضيه هذه. والقبيله كامله ديالنا شاهده، يعني اي واحد شاهد. وحنا كنضربوا سيدنا الملك ناصر والله ووزير الامن عبد اللطيف الحموشي يعاودوا التحقيق ويشوفوا القضيه هذه. مشيت وحنا راه شفتو وجيت. كيفاش جبرتي الحاله ديالك؟ مصدوم بزاف، هي كيبكي مصدوم، قال ما عرفش بيه تسبل، ما عرفش بيه تسبل. كنطلب سيدنا يتيشو من حنا، السيره ما عملت حتى شي حاجه. من بعد هودتي مع الزوج ديالك مدينه العرائش باش يجدد لاكارت، شنو وقع له؟ مشينا سباقنا خرجنا البحث عن جدرمه، حطاوه البحث مزيان، خرجنا واحد الشهاده عن مقدم الحومه، هو باش نعدلو لاكارت. دوزنا عدلنا داك الباسامات ديالو وديالي. ديك الساعه قال له بلاسي، عطاه داك التوصيل ديالو، دخلوا لواحد البيت شدوا عليه الباب. انا بقيت برا واقفه، ملي شدوا داك الباب مشيت دقيت عليهم، دقيت عليهم قال لي شني خصك؟ قلت له كان عنده لاكارت خصنا نشوف حالنا. قال لي لا راجلك عنده شي غلط. قلت له ماشي مشكل، عنده شي غلط زعما حلو طلعوا بحالنا. دخلت معاه بقى جالسه معاه، بقى كيطلع في الانترنت. قال لي ما يخرجش، راه عنده شي حاجه، عنده شي غلط. ديك الساعه نسرقوه. انا خديت تمايا وديك الساعه طلعت فحالي عن جدرمه. الدخول المدرسه شهر 9، ديك الساعه ملي طلعت عن جدرمه قلت لهم رشيد قالوا عنده زعما شي غلط، اين غلط زعما عدلتوا لي؟ دخلت ديك الانترنت قال لي عطيني لاكارت ديالك، عطيته لاكارت ديال يا رشيد السروخ. طلع قال لي رشيد ما عندوش الغلط، مره ما عنده حتى شي غلط. قلت له انا البوليس علاش؟ قالوا لي عنده الغلط. قال لي لا الغلط ما عندوش شي. دابا واحد الساعه ما قالوا تلقوه، قال لي عطيني نمره التليفون. عطيتها لهم، بقى كيصوني عليه ما كيجاوبش. جيت فحالي للدار في الصباح هو تبكرين عندهم عاوت عندهم. قلت لهم خير لا رشيد ما تلاقتوش شنو واقع؟ قال لي لا. قلت له نشوفوا؟ قال لي لا ما تشوفوش، غير شوفوا ندخلوا الفطور. قال لي لا ما تشوفوش، عيد فينا رغي فيهم. قال لي مشي عند جدرمه، شبرت التاكسي ومشيت عند جدرمه. ملي مشيت عندهم قال لي ما كاينش رشيد السروخ. رجعت فحالي عندهم قلت له رشيد السروخ ما كايناش يتبع عند جدرمه. قال لي سير لا راه غيدوزو في المحكمه. مشيت بتسعود الصباح وانا كنتنا في المحكمه، كيقول لي كاين رشيد السروخ، هاو غيدوز دابا في الجلسه، هاو غيدوز دابا في الجلسه. قايل نهار كنتنا وسط 4 العشيه عيط لي البوليس من كازا، قال لي راجلك راه قدموه من كازا. قلت له ما عرفتش كازا فين جات. قال لي سول المحكمه عين السبع القاه تما. صافي ديك الساعه جيت فحالي انا. من بعد ملي داو من كازا شنو وقع؟ من كازا ما خطيت شي سيمانه جوج قالوا لي راه حكموا ب10 سنوات. شنو السبب باش حكموا على 10؟ ما انا ما عرفاشي، انا بدي ما عرفاش اش حكمه، ما عرفاش. صافي الراجل هزوه طيروه غبروه، يعني ما عرفش علاش. يا حزبي يا الله ونعم الوكيل. درت المحامي اللي هرب، دابا درت الثاني عيط لي قال لي راه محكوم 10 سنوات. شنو هادشي؟ قال لي هادشي ما فهمناش. دابا من بعد داو من كازا حكموه ب10 سنين، وشني كان السبب باش تحكم ب10 سنين؟ قالوا كيبيع وش معاه فيها هي مخدرات. راشد صرخ عمره ما خرج من الدار، عمره الباب الدار عدا سقسي اي واحد فيه، سقسي اي واحد ما عرفناش باش قال لك يخدر مخدر. واش اللي كيخدم مخدر يكون عايش في هذا الفرق هذا؟ راه عنده ثلاث العيال، مره خدام مره قاسي في الدار ما كيخرجش، مره عمره عدا العرايش. قال لك لا كيخرج عنده مخدرات. المخدر ما فهمناش شي، واش اللي عندك يعني مخدر ما عندك به الصحه اللي تنزل الحومه ديالو؟ يعني جدرمه القايد اي حاجه خصهم يسقسوا، خصهم يبحثوا لهذا رشيد. لا قال لك عنده مخدرات. هادشي ما فهمناش شي. دابا ولادي بقاو مشرقين ثلاثه، مشرقين يعني فين يجيقيهم؟ ثلاث العوال كاملين دابا لا قرايه ديالهم لا الدراسه لا ولاو محبوسين. انا عندي اولى باك وحنا ثلاثه ديال الخوت، وانا الكبيره في خوتي. وملي سمعت هاد الخبر هذا ما قدرتش نزل نكمل في القرايه حيت صافي باتشال.
وبا ما عمره ما خرج من هنايا، دائما كيخدم هنايا قدامنا في البني، كيخدم في بادو بيكو كيجي للدار، وبا مسكن متهم وعاد مبغاش يقولوا المواجهه، عيام يطالب المواجهه يتواجه مع ديك الناس باش يشوفوا واش هو هذا ولا لا، ما بغاوش يتواجهوا حيتاش قالوا له بلي هو معترف، عاد له الاعتراف، عاد له بلي هو معترف بلي كيكره ديك الناس، ولكن با ما كيعترفش. ماما هضرت مع با قال انا ما اعترفتش وانا ما كنعرفش ديك الناس، وما عاد له الاعتراف. ملي عاد له الاعتراف صافي ديك الساعه حكم عليه ب 10 سنين، حكم عندنا بعشر سنين، والقبيلة ديالنا كاملة شاهدة عليه. وبا عمره ما خرج، أنا العام الأولادي في الثانوية كنت كنقرا في العرايش، وحتى با مشي معايا، غير ماما اللي كتمشي معايا واللي كتجمع الوراق واللي كتمشي معايا للعرايش. با عمره ما خرج لنا الكرافطة، ماما اللي كتخرج معايا وصافي. با عمره خرج من الكرافطة كيخدم غير لنا من قدامنا، والقبيلة كاملة ديالنا شاهدة، يعني أي واحد شاهد. وحنا كنضربو سيدنا الملك الناصر والله، ووزير الأمن عبد اللطيف الحموشي، يعاودوا التحقيق ويشوفوا القضية هذه ويعاودوا التحقيق علينا، لاش با مسكين مظلوم وما قاش غير تهمو. مشيت واحد النهار شفت وجهك كيفاش جبرتي الحاله ديالك؟ مصدوم بزاف، هي كيبكي مصدوم، قال ما عرفش بيه التبله، ما عرفش بيه التبله، واش كنعرفو ماشي؟ قال لي ما كنعرف حال، ما كنشوف حال. قلت له شنو عملوا معاك ملي كيتحقوا معاك؟ قال لي ما كيتصنتو لي شي راجلي متهم، خصو يطلقو بلي يخدم على وليداتو ويقري وليداتو، ولادو قوم سيبين. هاد 10 سنين ميجي، هاد 10 سنين انا ما فهمتش السيد دا واش برد، ما فهمناش والو منه، فهمتي؟ انا بغيت راجلي يطلقوه، الله يرحم الوالدين ديالهم، الله يجازيهم بهم بالخير، السيد يطلقوه تيجي عند وليداتو. يعني انت عمرك شفت عليه شي حاجه في الدار ولا عمرك؟ انا لا جبرت له شي حاجه، لا جبرت عليه شي حاجه اولا كيبيع شي حاجه، انا نقول مديه قتلوه، ما يخليوهش يقتلوه. انا لا جبرت له شي حاجه، 18 عام وانا عايشه معاه، ما كيبيعش البيضه وما كيبيعهاش، انا مسؤوليه ديال الدار، انا كنقري وليداتي، انا كنهبط من العرش ونجيب، اما هو عمره غلا معاهم، غدا الدار هو جالس ما كيخرجش من الدار. وسول القبيله كامله عليه. لا خلص ولا علاش السر؟ قال لي كنطلب سيدنا يتيشو من حنا، السيره ما عملت حتى شي حاجه. كيعاون بابا ويعاونني، يخدم ويعاون بابا في الدواء، لا يشرى في الدواء، وانا عيطت مرسى، ودابا الدواء هنا وخلوني مسجلين. ني ما كنتش يخرج من الدار، يمشي للسوق إذا جبر شي خدمة، خدمة ما جبرش يجي بحالو، قاعد في الدار مع ولادو، ما عندو ما بيدو بصح خلى ولادو مسيفين، لا حبيب لا راه، وحنا مسيفين، إذا ما سيدنا هو يفتش ويشوف راحنا مني مظلوم تما. أنا أخي كنعرفو كان خدام معايا، كنا خدامين في واحد الشركة تصطم هنايا، هي هنايا على حساب السد دار خروفه كيسميوه، السد دار خروفه كان خدام معايا، وهاد الشيء هذا راه واقع دابا عندهم مثلا باربع شهور ولا خمس شهور، والخوه ديالي عاد كخدام مع واحد الشركة هنايا أخرى كتسمى ديك الشركة عطاش، ما عنده وراق، ما عنده حتى شي حاجة، كيعطيه يمشي، ها الناس كيعرفوه، ها المقدم قدامنا. انا يا راه هو فين هنا خايك كعامل هادشي هذا، انا نشهد فيه ونقول يستحق، وانا خاي ما عمره نهار عنده واحد 10 شويات هنايا 10 الكزور، نهار اللي ما كيكونش خدام اذا مسكين كيخدم بالا وبيكو كيعيطوا له العطاش هنا في السوق، واحد المعلم كيعيط له ديال بني كيخدم نهار كيطلع بحالو كيبقى سيمانه عاد يعيط له شي واحد، نهار اللي ما كيكونش خدام كيطلع عنده واحد 10 شويات هنايا كيوقف معاهم. ها الحاله ديالو، ها طوالت هاد الانسان، هاد الانسان الا كيعمل شي حاجه ها طوالت، ها الكوزينه، ها انت كتشوف الانسان ما هذيك عيب القصديره، وهذا دائما هاد السيد هذا كنعرفوه كيخدم هنا مع الناس، اللي عنده شي زرب كيزرب معاه، اللي عنده شي حاجه كيقضيها له السيد بحكم المعرفه ديالنا معاه. غالبا انا كنخدم طاكسي هنايا، كانوا خوتو مساكن كيقولوا لي هاك دي لهاد الدرويش نتعاونوا معاه، لان السيد مسكين ما قادش حتى بالمسؤوليه ديالو هنا في الدار، واللي كنتفاجئوا به حنايا من خلال هذا الشيء اللي عاودوا لنا الزوجه ديالو والشيء اللي حكى لنا المحامي، بان السيد هذا عامل له عنده الكات كات وعنده البيرمي وعنده السيد بزاف ديال الحوايج وتاجر مخدرات. ها الكات كات اللي هي عند هذا السيد هذا السي رشيد، هذه الكات كات، شوف الحمار ديالو كيف عامل مسكين، حتى في كرشو ما واكلش مزيان، وشوف البنت ديالو مسكينه كيفاش كتلبس، هذه البنت ديال البزناز حتى الحوايج ديالها مقطعين، هذا هو البزناز. كنتمناو صاحب الجلاله وكنوصلوا هذه الرساله للسي عبد اللطيف الحموشي باش يفتحوا تحقيق ويكون تحقيق واسع في هذا الظلم اللي حنا كنعيشوه هنايا، هذا ظلم كبير. هذا السيد هذا راه ما كيغطيش حتى الحاجيات ديال الاولاد ديالو، هذا السيد هذا عايش واحد الفقر الساقع، حتى الدار ديالو ها انتم كتشوفوا باش مكمله،
بالضرب هنايا بالخنشه يعني بالباش. السيد ما قاريش، السيد ما عارفش، السيد حتى الا بصم على شي حاجه راه ما عارفش. السيد راه حتى ملي كان غادي يعدل البطاقه ديالو، المراه ديالو هي اللي مشات، راه هي اللي مشات معاه وهي اللي كتوجهو. السيد ما كيعرف حتى شي حاجه. يعني لو كان هذا الانسان هذا غير كيخرج وكيسافر وعنده علاقات خارجيه مع الناس، السيد عنده واحد الغلمات هنا راه كيقيل قدامهم نهار اللي ما كيكونش عنده الخدمه. ولكن لما كتكون عنده الخدمه مسكين كيمشي يخدم في فالابيكو، كيديه واحد الاخ ديالو معاه، راه كيمشي كيخدم حدو السوق وكيجي. رشيد ما عندوش علاقات خارجيه ولا كيعيش مثلا شي حاجه اللي نقولوا فيها الشبهه، ولا الوضع ديالو مزري. عنده ثلاثه العواو، البنيته مسكينه هي مريضه، البنت الاخرى مسكينه ما قادراش، توقفت على الدراسه ديالها، هي جالسه في الدار. المراه ديالو مسكينه الحاله ديالها لا اله الا الله. الام ديالو مسكينه مريضه، الاب ديالو راه ما قدرناش باش مسكين نمشيو لعندو لان جالس غير كيبكي. لما كتكون الظلم بحال هكذا راه كيعيشوه الناس كاملين. راه خصنا انصاف في هذه القضيه هذه، راه كيخصنا تحقيق، يكون تحقيق شامل في هذه القضيه، اعاده النظر في هذه القضيه، في هذا الملف هذا. ولهذا كنطلبوا من سيدنا صاحب الجلاله الله يشافيه، الله تعالى ينصرو، هذاك هو الراعي ديال هذه الامه، هذاك هو الانسان اللي لا يظلم عنده احد، هذاك اللي عنده الناس سواسيه في هذه الارض. وسيد عبد اللطيف الحموشي كنشهدوا له حنايا بالصرامه ديالو وبالنزاهه ديالو باش يفتح واحد التحقيق في هذه القضيه وينصف هذه الناس، ينصف هذه الدراوش. هاد الناس اللي ما لاقينش من نهار اللي تشد بهم ما لاقينش ما ياكلوا. لو كان هاد الانسان هذا كيتاجر في هاد المخدرات اللي نزلوا عليه هاد الناس، راه غتكون باينه عليه غير واحد القضيه. حنا دخلنا دابا عند هاد الناس، هادو مساكن ما عندهمش ما ياكلوا، ناس ما عندهمش ما ياكلوا، ناس ما لا حول ولا قوه الا بالله. ولهذا الله ينصر الحق ديالو، الله ينصر الحق ديالو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.